بسم الله الرحمن الرحيم. أخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنهيكم ووصيكم ووصيكم وصية الأم لأبنائها، إياك والعبث، إياك والعبث بقلوب قد أمنحتك نبضها، إياك وظلم النساء سجات طيبات لا حول لها ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إياك وظلم النساء، ظلم ظلمات يوم القيامة. خاف الله في أي امرأة، وخاف الله سيدتي في أي رجل، حتى الرجل كي لحقه مظلوم مظلوم، كي لرجل كي يخدمه كي يدمره كي يجيب لها ما تأكل وما تأكل لذاتها، وهي كتمشي كتلعب. وكوني على يقين الله سبحانه وتعالى كيستر الأولى وكيستر الثانية وكيستر الثالثة، ولكن مكتخفاها حتى شي خفية. وكذلك الرجل، المرأة الطيبة الصبورة المؤمنة اللي غادية معاك بما يرضي الله وقانعة بداك الشي اللي جبتي ليها كترضى به، وكتطلب منك إلا الابتسامة، بغات منك والو. ليس لها جناح باش تطير، وليس لها قوة إلا الدموع الدموع الدموع. خاف الله في المرأة الضعيفة. جرح النفوس ليس كجرح الجسد، جرح النفس لا يلتئم ولا يبرأ. خاف الله في من جرحته، فدعوة المظلوم تهلكك من حيث لا تدري ولا تعلم. من الأحسن ومن الأحسن ومن الأحسن ومن الأحسن تخاف الله في النساء. خافوا الله في النساء الضعيفات. سيدتي المرأة، خافي الله في الرجل الصبور العامل ليل ونهار باش يرضيك. اتقي الله. كل واحد فيكم يا احبابي ويا انا نفسي، انا مرة كبيرة، انا فاتني ركب ولله الشكر. خافوا الله، دعوة مظلوم منها الله، وبالاخص 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 اللي كيهز عين الله وش يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. دعوته ما عندها حتى شي حاجه تحبسها من نهار عند الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله خيرا، اتقوا الله خيرا، اتقوا الله في النساء، والنساء اتقوا الله في الرجال. كاينه شعيرات متسلطات ظالمات طاغيات، كتحسب الرجل بحال شي شيفور كتمسح بيه رجليها، هو لا، هو العكس، هو الصحيح. اتقي الله في هذاك الرجل وشرفيه وقدريه، هو كذلك ومثالي اتقى الله فيك واحتربك ويقدرك، وكتربي وليداتكم في الامان وفي استقرار، تكونوا قانعين ومستعدين لمواجهة الحياة الصعبة، مواجهة الوليدات، توصلهم بر الأمان. إياكم والعبد بقلوب أمنحتكم نبضها. إياكم وإياكم وإياكم يا أحبابي، أي كان مرأة ولا رجل، إياكم إياكم والعبد بقلوب قد أذى.